لما شد مراني شو عم شيحة كارزوثا ولما ولد يسوع في بيت لحم اليهودية على عهد الملك هيرودس، جاء إلى أورشليم مجوس من المشرق وقالوا: أين هو المولود ملك اليهود؟ رأينا نجمه في المشرق فجئنا لنسجد له. وسمع الملك هيرودس فاضطرب هو وكل أورشليم، فجمع كل رؤساء الكهنة ومعلمي الشعب وسألهم: أين يولد المسيح؟ فأجابوا: في بيت لحم اليهودية، لأن هذا ما كتب النبي: يا بيت لحم أرض يهودا، ما أنت الصغرى في مدن يهودا، لأن منك يخرج رئيس يرعى شعب إسرائيل. فدعا هيرودس المجوس سراً، وتحقق منهم متى ظهر النجم، ثم أرسلهم إلى بيت لحم وقال لهم: اذهبوا وابحثوا جيدا عن الطفل، فإذا وجدتموه فأخبروني حتى أذهب أنا أيضا وأسجد له. فلما سمعوا كلام الملك انصرفوا، وبينما هم في الطريق إذا النجم الذي رأوه في المشرق يتقدمهم حتى بلغ المكان الذي فيه الطفل فوقف فوقه. فلما رأوا النجم فرحوا فرحا عظيما جدا، ودخلوا البيت فوجدوا الطفل مع أمه مريم، فركعوا وسجدوا له، ثم فتحوا أكياسهم وأهدوا إليه ذهبا وبخورا ومرا. وأنذرهم الله في الحلم أن لا يرجعوا إلى هيرودس، فأخذوا طريقا آخر إلى بلادهم. وبعدما انصرف المجوس ظهر ملاك الرب ليوسف في الحلم وقال له: قم خذ الطفل وأمه واهرب إلى مصر وأقم فيها حتى أقول لك متى تعود، لأن هيرودس سيبحث عن الطفل ليقتله. فقام يوسف وأخذ الطفل وأمه ليلاً ورحل إلى مصر، فأقام فيها إلى أن مات هيرودس، ليتم ما قال الرب بلسان النبي: من مصر دعوت ابني. فلما رأى هيرودس أن المجوس استهزأوا به غضب جداً، وأمر بقتل كل طفل في بيت لحم وجوارها من ابن سنتين فما دون ذلك، حسب الوقت الذي تحققه من المجوس. فتم ما قال النبي إيرميا: صراخ سمع في الرامة، بكاء ونحيب كثير، راحيل تبكي على أولادها ولا تريد أن تتعزى، لأنهم زالوا عن الوجود. ولما مات هيرودس ظهر ملاك الرب ليوسف في الحلم وهو في مصر وقال له: قم خذ الطفل وأمه وارجع إلى أرض إسرائيل، لأن الذين أرادوا أن يقتلوه ماتوا. فقام وأخذ الطفل وأمه ورجع إلى أرض إسرائيل، لكنه سمع أن أرخلاوس يملك على اليهودية خلفا لأبيه هيرودس، فخاف أن يذهب إليها. فأنذره الله في الحلم، فلجأ إلى الجليل وجاء إلى مدينة اسمها الناصرة فسكن فيها، ليتم ما قال الأنبياء: يدعى ناصريا.
إحنا بعد الميلاد نحاول أن نفهم هذا الشيء العجيب اللي هو أنه الله يصير إنسان. هذا الشيء العجيب نسمينه دنه، ورح نحتفل بعد كم يوم بعيد الدنه، عيد الظهور. والمسيحيين خلال هالسنوات الألفين حاولوا أن يفهمون إيش معناته الله يظهر. إنجيل اليوم خاصة القسم الأول يكشف لنا حقائق تحتاج إلى تعمق شوية، خاصة المجوس. مجوس كلمة فارسية يعني علماء. بزمان مارمتا اللي كتب الإنجيل كان يعتبرون أشهر العلماء في بابل، والبابليين علم قراءة علم الفلك، وإحنا نعرف أن البابليين فلكيين كبار، هي من اللي اكتشفوا الكواكب، هي من اللي اخترعوا الأسبوع، هي من اللي حطوا نظام السنة الشمسية. هذول المجوس علماء لا فقط يدرسون الدني، لكن يقرون أيضا علامات الزمن. ولهذا متى يحطهم في بداية الإنجيل ويقول هذه النجمة اللي اكتشفوها هي علامة، وهذه العلامة قادتهم إلى اكتشاف المسيح. العلماء في كل زمان هم يساعدون البشر، يعلمون، يثقفون، ويتميز العالم بالتواضع، وهذول المجوس متواضعين، يسألون، والسؤال ما بيعيب، يسألون عن طريقهم، يجون إلى أورشليم وأورشليم نايمة، ويسألون ويعرفون أكو جواب، واليهود عندهم الجواب بالكتاب المقدس، وفعلا يطلع الجواب وأنت يا بيت لحم. فإذا عندنا في هذا الحكي سيناريو، يريد مارمتا يقل لنا أن كل إنسان إذا سار في طريق العلم يكتشف الله. كل علم حقيقي يقود إلى الله. الله حط في الطبيعة جواب على سؤال كل إنسان، وهذا ما تؤمن بينه الكنيسة، أنه في كل بني آدم أكو نطفة من المعرفة الطبيعية. كل إنسان يقدر يوصل إلى الله إذا تأمل. وهسه أنتم بعد أحسن من زمان متى تقدرون تكتشفون، أولاً لأنكم درستم، ثانياً لأن عندكم وسائط يعني مثل قنوات العلمية اللي كثير مرات نتعجب من هالجمال الموجود بالطبيعة. كثير مرات واحد يشتهي أن يركع ويصلي. النقطة الثانية، الله ممكن نشوفه بالعلم بالنجمة، الله ممكن نشوفه أيضاً بالكتاب المقدس. وكثير من الناس مثل هذولي معاصري يسوع ما يقرون الكتاب المقدس، عندهم بس يستعملونه الغير شيء، قسم يحطونه تحت راس الطفل حتى لا يجفل بالليل، بس ما يقرونه، يبوسونه بس ما يقرونه. ولهذا كثير من المسيحيين واليهود جاهلة، يمكن ولا مرة ما كن قروا الكتاب المقدس، يمكن ولا مرة ما كن قروا العهد الجديد. صحيح يمكن بالقداس يسمعونه، لكن هذا ما يكفي. كثير من المسيحيين بعد ما يكتشفون الكتاب المقدس تتغير حياتهم.
لأنه يقول متى بأنه مثل ما النجم قادت إلى يسوع، الكتاب المقدس أيضا يقود إلى يسوع. بس هم الكتاب المقدس ما يكفي. أكو بعض المسيحيين يدعون بأنه يكفي الكتاب المقدس، متى يقول ما يكفي، الكتاب المقدس يقودهم مرة أخرى إلى الطريق، إلى المغارة، إلى المكان اللي كان بينه يسوع، وهناك المجوس يكتمل عندهم هذه المعرفة الطبيعة والكتاب المقدس، لكن المعرفة الحقيقية تكتمل بجسد يسوع هذا الطفل. احنا نجي للكنيسة نعمل مثل المجوس، يقودنا قلبنا شوقنا إلى الكنيسة. أول ما نجي الكنيسة تفتح الكتاب وتشرحه إلنا، وبعدين ناكل هذا الجسد، مثل ما راح يصير بتلميذي عماوس عند كسر الخبز انفتحت أعينهما. مو لما كان يشرح الكتب راح يقولون التلميذين أما كان قلبنا يحترق فينا وهو يكلمنا في الطريق. الكتاب طريق والنجمة والعلم طريق، لكن أرض الميعاد هو جسد يسوع. احنا من نلتقي بيسوع لقاء حقيقي من خلال جسده نلتقي بينه. إذن هالخطوات الثلاثة، العلم والكتاب والقربان، هوني تكتمل الديانة، هوني تكتمل كل الأسرار والعلامات. كل شيء في حياتنا علامات، وأغلبها بالليل. يمكن جيلنا ما بقى يشوف السماء ولا يقرأ العلامات لأنه عندنا كهرب، وليالينا ما مضوية مثل ليالي ذاك الزمان، وأجدادنا كان يعرفون السماء. المؤمنين يقرون العلامات، في حياتنا علامات، كل ولادة هي علامة، كل موت هو علامة. شوفون أن الله حوطنا برحمته، حوطنا بطيبته، وأعطانا قابلية أن نقرأ وأن نترجم وأن نفسر، وهذا راح يكون واجب المسيحيين خلال كل هالأجيال، وواجبكم أنتم أيضا أن تساعدون أطفالكم تلاميذكم الناس اللي حواليكم. كل واحد مننا لازم يعمل جهد. لاحظوا المجوس يجون من تلفات الدنيا حتى يلتقون بيسوع، وأبناء الملكوت ما عرفوا تفقدوا إلم، ما عرفوا، كانوا نايمين، كانوا مشغولين، أو كانوا مكتفين، والاكتفاء خطيئة. كانوا مكتفين بالشيء اللي عندهم. كثير مننا نقول الحمد لله والشكر أعرف أحسن من غيري وعندي كافي، وهذا هو. القناعة كنز لا يفنى، ما كل قناعة هي كنز لا يفنى، في بعض الأشياء القناعة خطر. يمكن بالأكل القناعة زينة، يمكن بالأشياء العادية القناعة زينة، بس بالمعرفة القناعة أبد مو زينة. أش تقولون بهذا الطبيب اللي يتخرج ويقول هذا هو صرت طبيب ما بعد أقرأ؟ ما ممكن يقنع بالشيء القرأ بالكلية، ما ممكن نقنع نحن القسام إذا لما ندرس بالسيمينير وخلص تخرجنا. ما ممكن للمعلم أن يتخرج ويقول كافي. بالمعرفة ماكو كافي، وبالحب أيضا ماكو كافي. الله يدعونا إلى التقدم، التقدم، والكنيسة تتقدم. الكنيسة تكتشف دائما مجالات جديدة لكشف يسوع واكتشافه. اليوم كان فد يوم مميز بالنسبة لنا، جاء سيدنا البطرك سيدنا لويس، ورحنا إلى السليمانية وزرنا الرئيس
جلال طلباني وشفنا حاجته إلى صلاتنا وشكرنا كل شيء سوانه إلنا ودعونا إلى الغداء معه، لكن رفضنا وتغدينا مع المهجرين في كنيسة مريم العذراء في صابون كران. أكلنا أجمل وجبة مع هالأطفال ومع هالناس اللي فرحوا بس شافوا البطرك وشافوا المطران وشافوا الكهنة معانا. كان يوم مفرح كثير. أدعوكم إلى الصلاة من أجل أن تنفتح عيون كل إنسان مهما كانت الظروف وآلامه، أن يعيش الإنسان يقرأ أحسن ممن يعيش مطفي وتمر الحياة وكأنه ما صار شيء. كل شيء اللي يصير في حياتنا هو نجمة تقودنا إلى يسوع، إن كان ألم أو فرح أو معرفة. أصلي من أجل كل واحد وكل وحدي منكم صغار وكبار أن تكون حياتكم قراءة، يقرأ ويكتب مثل ما كان يكتبون على الجنسية قبل، يقرأ ويكتب. يا ريت كل مسيحي يقرأ ويكتب. آمين.